السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون فيها. بعد سابعة من انتهاء أشواط الانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا، عمليات تنصيب المجالس البلدية تبدأ على مستوى عدد من الولايات. منسقية المعارضة تشيد بإلغاء البنك الإسلامي قرار تمويل محطة كهربائية في موريتانيا، وتعتبر الأمر دليل على استشراء الفساد في البلد. اختتام ندوة دولية في نواكشوط حول المجتمع والتنمية في موريتانيا، والمشاركون يشيدون بأهمية المحاور التي ناقشت. وفي الرياضة تتابعون، المنتخب الوطني يخسر في مباراته الأخيرة ببطولة أمم إفريقيا للمحليين بأربعة أهداف لهدفين. أهلا بكم. بدأت اليوم على مستوى عدد من الولايات الموريتانية عمليات تنصيب المجالس البلدية التي انتهت انتخاباتها قبل أسابيع، وقد تم تنصيب ثلاثة مجالس في العاصمة نواكشوط تخص مقاطعات الكسر، تفرغزينة وتيارت، على أن يتم تنصيب باقي المجالس لاحقا. نتابع التقرير التالي. ليست هذه لحظة عابرة في تاريخ العمد بموريتانيا، وإنما بداية لمسار جديد يتولى فيه المنتخبون مهمة تدبير الشؤون المحلية للسكان، بعد أن تجاوزت المجالس البلدية والتشريعية الفترة المحددة لها قانونيا بسنوات دون أن يتم تغييرها. من هؤلاء العمد من جدد له لفترة انتخابية ثانية، ومنهم من انتخب لأول مرة، ما يستدعي بذل جهود مضاعفة من أجل التطلع إلى الدور الريادي الذي ينتظره الناخب الموريتاني. هذه نعتبرها لحظة مهمة تجسد احترام أصوات المواطنين الموريتانيين من خلال تنصيب مجالسهم البلدية اللي حصلت على ثقتهم، وفي نفس الوقت نعتبرها أيضا مسؤولية مهمة نتيجة أنها ثقة ناخب الموريتاني، وعلى العمد والمستشارين البلديين يعودوا على مستوى هذه الثقة وهذه الأمانة اللي شرفوهم بها الناخبين الموريتانيين. يتكون المجلس البلدي من 21 مستشارا تختلف في الغالب وجهاتهم السياسية، لكن هذه المجالس استطاعت أن تجمعهم تحت يافطة خدمة المواطن وتحقيق طموحاته وانتظاراته. راجع لكم التوفيق، وعلن المراحل الأخرى تتم في جو تآخي، جو التآخي وجو ودي، تطبعوا المسؤولية، تطبعوا الاحترام المتبادل اللي نهدفه كاملين للمصلحة العامة وخدمة سكان تفرق زين. يأتي تنصيب العمد الموريتانيين اليوم بعد أسابيع من انتهاء أشواط الانتخابات البلدية والتشريعية، وتبقى الأنظار الآن مشدودة لقابل الأيام، حيث ينتظر أن تبدأ الهيئات الانتخابية أعمالها وسط تغييرات جزئية في الخريطة السياسية، إذ ستتقدم أحزاب لقيادة المعارضة هي الوئام والتواصل، على اعتبار رجحان اقتراب التحالف الشعبي التقدمي من الأغلبية، بينما تعيد الأغلبية توزيع باقي الغنائم السلطوية بين يدي الانتخابات الرئاسية القادمة. أشاد الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية أحمد ولدادداه بقرار البنك الإسلامي إلغاء تمويل محطة كهربائية في موريتانيا. وقال ولدادداه خلال مؤتمر صحفي عقدته المنسقية بمقر حزب تكتل القوى الديمقراطية إن رفض البنك الإسلامي تمويل المشروع يؤكد مدى استشراء الفساد في نظام الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وفق تعبيره. البنك الإسلامي إنها ترفض المشاركة في تمويل شركة الكهرباء، وعلى أساس من جراء أنباء تواردت وجود رشوة في صفوف النظام، وكانها جزء وكانها نهج من نهج تسيير القضايا العمومية والشؤون العمومية في هذا البلد.
اختتمت بجامعة نواكشوط الندوة الدولية التي أقيمت حول المجتمع والتنمية في موريتانيا، وسط مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن التنموي في عدد من البلدان العربية. تفاصيل هذه الندوة في سياق التقرير التالي. لم تكن التنمية في الألفية الثالثة تتوقف على التعريف المباشر، بل تعدت ذلك إلى مفاهيم تشمل كل حيثيات الإنسان المعاصر، حيث تدرجت من التنمية الاقتصادية في تسعينيات القرن المنصرم إلى التنمية المستدامة والتنمية البشرية، لتصل إلى التنمية الإنسانية والتي ترتبط بجودة الحياة بصفة عامة. عملية انتقال نوعية وكمية من مستوى إلى مستوى أفضل منه في مختلف مؤشرات الحياة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وحتى ذهنية، ولذلك تعتبر ليست فقط عبارة عن عملية كمية ولكن عملية أيضا ذهنية. التنمية تختلف عن النمو باعتبار النمو ينطوي على مؤشرات اقتصادية والنمو عملية أوتوماتيكية، بينما التنمية عملية مقصودة. في الحالة الموريتانية تبقى التنمية تنتظر من يأخذ بزمامها للتوجه نحو البقاء والفاعلية. تبقى تناقضات المشهد التنموي في موريتانيا أبرز حالة في المسار التنموي الوطني، حيث تسخر البلاد بمقدرات اقتصادية وتنوع ثقافي لم ينتج سوى شعب فقير. تعرض المشاركون في الندوة للتنمية في موريتانيا متأرجحين بين مساراتها، إلا أنهم يتفقون على أن معوقات التنمية في البلاد تأخذ أكثر من وجه اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي. إعادة ترتيب المدن حتى الانتشار الأفقي للمدينة العاصمة الموريتانية هو انتشار معيق التنمية، لأنه يستنزف الموارد المالية المتعلقة بالمياه، شبكة المياه والكهرباء والأمن والصحة والتعليم، بينما لو كان البناء عموديا يكون أحسن، يكون أقل أيضا تكاليف في التنمية وأكثر أيضا قدرة على اندماج المجتمع الموريتاني من خلال مساكنة مجموعات مختلف المواطن الموريتانية أو مختلف القرى ومختلف الشرائح في عمارة واحدة، يساعد على اندماج ويساعد على إحساسهم بأن هناك أهداف مشتركة ومصالح مشتركة. أسدل الستار على أول ندوة دولية والتي لبست شعار المجتمع والتنمية في موريتانيا، لعلها تكون خطوة الألف ميل. ونبقى بشأن الجامعة، حيث اختتم بكلية الآداب في جامعة نواكشوط الأسبوع التكويني لافتتاح المدرسة التكوينية للدكتوراه في شعبة الآداب. الأسبوع التكويني لافتتاح المدرسة التكوينية للدكتوراه شهد مشاركة أساتذة جامعيين ومكونين من الخارج. هذا الأسبوع الذي افتتحناه قبل 5 أيام في أول تجربة لمدرسة الدكتوراه في موريتانيا من خلال مكونة مناهج الأدب واللغة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كان ملتقى ناجحا اتسم بروح الحوار العميق بين المتداخلين من خبراء عرب ووطنيين وبين جمهور الطلبة الأكاديمي في الدكتوراه. كان الحوار عميق وعلمي ولا يفرق بين أستاذ وطالب، وفي هذا ظهر فيه روح البحث العلمي، روح المشاركة الفعالة، التساؤلات العميقة التي قدمها الباحثون الطلاب عبرت عن انشغالهم بموضوعاتهم الوطنية، موضوعاتهم الأكاديمية، رغبة أهمية كبيرة في سد النقص الحاصل، الفجوة الحقيقية في البحث العلمي في بلادنا، في تاريخنا، في واقعنا، في كل ما يتعلق بهذه الشؤون العلمية المتعلقة بمناهج البحث الأدب واللغة. تظاهر حملة ميناء نواكشوط بمباني الميناء متهمين شركة تريكوم التابعة لمجموعة سيد محمد والغدة بالعمل على حرمانهم من الاستفادة والتحالف مع الجمارك سبيلا للنيل من حقوقهم على حد وصف المتظاهرين. وأكد المتظاهرون الذين منعت قوات الدرك وسائل الإعلام من تصويرهم أنهم لم يستفيدوا من بنود الاتفاقية التي أبرمت العام الماضي مع الأطراف المعنية بمشكلهم، بحيث ظلت الاستفادة محدودة ومحصورة في أشخاص خارج السياق على حد تعبيرهم. قامت المؤسسة اللي قال لها سيدي محمد القدة بتعاون مع الدولة والجمارك والجهات المعنية وعدلوا نظام يخول بعلن الحاويات اللي كان قاعد لها العامل هون توخذ كاملة برمتها، وحتى في الوقت عنها ما يستفاد منها العامل، وفي النهاية الناس اللي تفرقها في داخل الدشرة كانت لا لترانجة لا لجانب. ونحن في الحقيقة كمواطنين بدرجة أولى وكمادة محتاجة في وطنها ولا عندها عنه ملاذ ولا ملجأ ولا مارق فينا ملي نمشو من وطننا صايعنا منه الجوع به اللي هو فيه ياسر من الخيرات، والناس كاملة تحارب في وطنها لا من أجل لقمة العيش.
طالب العشرات من طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في وقفة احتجاجية نظموها الإدارة بضرورة توفير النقل وزيادة المنح، وندد الطلاب بالتصعيد في حال استمرت الإدارة فيما وصفوه عدم التعاطي مع العريضة المطلبية التي تقدموا بها منذ فترة. إلى مدينة ولاتا حيث تندر المياه في الأحياء البعيدة من مضخات المياه، وتعاني المدينة هجرة كبيرة في السكان يرجعها البعض إلى صعوبة الطريق وضعف البنى التعليمية بالمدينة التي تبعد 100 كيلومتر شمال شرق مدينة النعمة. المزيد في التقرير التالي. العطش في ولاتا بادل العيان، ففي كل حي صورة تعكس المعاناة ونقص المياه، وحديث الناس عنه في كل مكان. ورغم أن المدينة التاريخية لا تبعد عن بحيرة ظهر سوى عشرات الكيلومترات، فإن السلطات ما تزال عاجزة عن توفير المياه للمدينة وتكتفي بالوعود. ويتحدث عدد من سكان المدينة عن تهميش متعمد لبعض أحيائها، خاصة تلك التي لا تتوفر على مياه إلا في أوقات وأشهر محدودة من السنة. هاي الكارتية اللي قالها البير في أزلة، أنا أزلة في شين قال ولات ما على مستوى ولاتها قاع معدوم نهائيا حكما، اللي مياه سطحية من الساعة اللي عادت مياه سطحية واللي ما خلقت فيها المساواة في التوزيعات اللي تخلي أمارك سمع ما تمت فيها المساواة بها اللي فما هاي دشرة بليدتها قاضة ومن حقها تود هي حكم حد ذاك اللي خالق من الماء. غير كما أن عادوا فما أمور ما هي واضحة عادين قفلوا عنها فنات طيلة الصيف خالقين الأشهر الأربعة مارس وأفريل وماي وجوين وجوية هم فوتهم نوردوا الله على الحمير ونوردوا على الحمير ويموت حيواننا تحت الأصدر اللي تراعي فيه بي اللي عدنا احنا قاع واحدين في حالة لا نسكو بها لشاشر. مدينة ولاتا رغم تاريخها العريق لا توجد بها إلا آبار محدودة، وليست بها بحيرة جوفية وإنما عروق مياه وبعض آبارها تسبب بقتل الحيوان حسب السكان، ورغم ذلك فهم مضطرون لاستغلالها لسقيه. ضيعنا الغريق حتى دارين ولا الغريق يقول لي ندور ولا الماء شي ثاني ما ندوره، واللي عندنا ارتشون ولا هذا الحاسي، هذا الحاسي بيها يقرون المحادة يقتل البل عاد من الانكار يقتل البل عام الحاسي ما هو داخل يقتل البل وندروا من الغريق حتى ما ندوروا من الدولة ما هو الماء شي ثاني ما ندوره منها. مشاكل أخرى تعانيها المدينة، فالسوق صغير وغالبية السكان هجروا المدينة لسبب أو لآخر، فالطريق إلى المدينة صعب والبنى التحتية معظمها هش. ولاتة متأثرة من هجرتها إلى شارع المخشوط وشارع النعمة، والأساس اللي بيها قراية التلاميذ، أن دائما الأسرة ما يحكوا تلاميذها مستوى معين فرض عليهم يتنقلوا بها كتاب دراسته. من البداية كانوا يمشي يعطوا سنة ويجوا، من فهم يعطوا سنتين ويجوا، وما رجع ما تلاوا يا رجل يأسفهم، وبيهم الطريق وبيهم كوليش كان خالقهم اللي سلتات خالق. توفي عاد المدينة متأثرة حتى من ذاك الغياب اللي هو، وطالب أنا من أهل المدينة بالمناسبة كاملين عنها على الأقل من كل سنة سنتين ثلاثة يا رسول الله، به اللي عار علينا قاع إحنا كاملين اللي مجذرين من هذه المدينة، يكوننا نهتم بهم ونهتم يرجعوا لها، به اللي رجوعنا لها يعطيها إحياء ويعطيها تم على عادتها. هكذا تبدو ولاتة من خلال سكانها، فهي لم تعد اليوم قادرة على توفير مقومات البقاء بيد أن المقيمين فيها يطلبون المساعدة وإنقاذ سكانها قبل أن يتحولوا إلى تراث يسجل في تاريخ مدينتهم العريقة. محمد الراجل، قناة المرابطون، ولاتة. رياضيا في هذه النشرة، خسر المنتخب الوطني المرابطون في مباراته الثالثة والأخيرة ببطولة الأمم الإفريقية للمحليين أمام نظيره الجابوني بأربعة أهداف لهدفين. هدف المنتخب سجلهما اللاعب بسام والملاي أحمد، وبذلك يخرج المنتخب الوطني من أول مشاركة له ببطولة قارية دون نقاط، معلقا الأمال على كأس أمم إفريقيا عام 2015 بالمغرب. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. بعد سابعة من انتهاء أشواط الانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا، عمليات تنصيب المجالس البلدية تبدأ على مستوى عدد من الولايات. منسقية المعارضة تشيد بإلغاء البنك الإسلامي قرار تمويل محطة كهربائية في موريتانيا، وتعتبر الأمر دليل على استشراء الفساد في البلد. اختتام ندوة دولية في نواكشوط حول المجتمع والتنمية في موريتانيا، والمشاركون يشيدون بأهمية المحاور التي ناقشت. وفي الرياضة، تابعتم المنتخب الوطني يخسر في مباراته الأخيرة ببطولة أمم إفريقيا للمحليين بأربعة أهداف لهدفين. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.tv. في أمان الله.